يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعونا. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، حلقه جديده السادسه، تحياتي طبعا لحضراتكم. خلينا نبتدي بالجديد والمفيد، كلام على استكمال الموسم، تحديدا على المباراه اللي ما اتلعبتش من بدايه الموسم، مباراه سوبر مصري اللي هتجمع بين الاهلي وطلائع الجيش. اتحاد الكره خلاص طبعا برئاسه احمد مجاهد قرروا استئناف نشاط مره تانية. اول انطلاقه الموضوع هتبقى بماتش السوبر اللي هيجمع بين الاهلي وطلائع الجيش، هيكون يوم 21 سبتمبر، الثلاث 21 سبتمبر هتكون بدايه عوده النشاط مره تانية. اما فيما يتعلق بقى بكاس مصر فتم الاستقرار على مواعيد استكماله، البدايه في دور ال 16 الاهلي مفترض ان هيلعب مع انبي، وسموحه هيواجه بيراميدز، الماتشين دول يتلعبوا يوم 25. الاثنين الفايزين من ماتشين 16 يتقابلوا في دور الثمانيه ان شاء الله باذن الله يوم 29 سبتمبر. بعد كده هيبقى عندنا ماتشين قبل نهائي، الماتش الاول اتحددت اطرافه، الزمالك واسوان، ده هيتلعب يوم 2 اكتوبر، والماتش الثاني بين الطرفين نتمنى ان شاء الله الاهلي يكون واحد منهم هيتلعب يوم 3 اكتوبر، الاهلي مع بتروجيت. بعد كده نوصل بقى قبل انطلاقه الموسم الجديد اللي هتكون ان شاء الله بيوم 25 اكتوبر، هنلعب قبله يوم 19 اكتوبر نهائي كاس مصر، وتبدا بقى ونبدا مع حضراتكم سيزون جديد اعتبارا من 25 اكتوبر. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، واعتقد انها فتره لا باس بها، يعني اعتقد انه ده الحل الوسط اللي ممكن الى حد ما يدي مساحه للمنتخب انه يجهز، للفرق انها تريح، يبقى في فتره اعداد نوعا ما، لكن الاهلي طبعا يمكن هيتحرم من ده نسبيا.